خليني اسالك من وجهة نظرك، هسالك على الانديه الاربعه الكبيره، الاهلي محتاج تدعيم قد ايه في عدد اللاعبين؟ الأهلي يعني طبقا لعدد البطولات اللي بيلعبها خلال المسابقة خلال الموسم وعدد المباريات الكتير خلال الموسم، لازم على الأقل يكون في كل مركز 2 لعيبة بنفس الكواليتي في كل مركز 2 لعيبه في كل مركز. غير النهاردة ما النادي ياخد. الأهلي لما تيجي تبص هتلاقي عنده قوام أساسي جيد، عنده مثلا حوالي 4 5 لعيبة جيدين بس مش في كامل مراكز اللعب، فهو عنده نواقص في المنطقة الأمامية لازم يحسنها بشكل سريع، عنده عنده قوة في منطقة منتصف الملعب، عنده إيه؟ قوة في منطقة منتصف الملعب وعدد كبير. بس خروج حمدي فتحي ومعدل العمر عند عمرو السولية ومعدل إصاباته كتير خلال الموسم داخل اللي فات، إمام عاشور داخل إمام عاشور وهيبقى موجود في ديانج وفي مروان. وفي أكرم توفيق راجع وفي كريم نيدفيد أكرم لو تفتكر الفترة الأخيرة باك قبل رايت، إصابته دايما بيلعب باك رايت. باك رايت ندفد رجوعه رجوع مهم جدا لفرقه النادي الاهلي، بس اعتقد ان النادي الاهلي محتاج واحد كمان في محتاج المركز واحد ده. كمان في انا نص الملعب. اعتقد طيب الزمالك لا الزمالك محتاج كتير، محتاج كتير، الزمالك بقاله 2 سنين ما فيش بيخرج منه لعيبه او 3 مواسم ما بيخرج منه بيعوضش، لعيبه مميزه جدا ما بيعوضش ما بلعيبه بيعوضش جامده. لعيبه لا حتى قريبه من نفس الكواليتي، ده الفرق بيبقى كبير جدا، وعلى مستوى الشخصيه وعلى مستوى التنافس وعلى مستوى اللعب على بطوله والاصرار ان هو يجيب بطوله وعلى مستوى القدرات المهاريه كمان، فطبعا بيراميدز، مشكله كبيره جدا. بيراميدز بيراميدز عنده سكواد قوي هو جدا، الأقوى. هو الاقوى فيما يخص العدد، بس هي المشكله عندهم مشكله دوافع دوافع طبعا، لا دوافع. اكثر ولا اقل، يعني هي دي المشكله اللي كنا بنتكلم عليها من شويه يعني. فده مجهود كبير جدا بيبذله الجهاز الفني او لازم يبذله الجهاز الفني ومجلس اداره النادي على ان هم يحفزوا دايما اللعيبه ويوصلوهم لابعد نقطه فيما يخص استنفار قدراتهم ويقدموا احسن حاجه عشان خاطر يوصلوا انهم يحققوا بطوله، ما حققوش بطوله خالص لغايه دلوقتي. عندي بقى سؤالين لحضرتك بشكل شخصي عايز اختم بيهم. اتفضل. كابتن عصام شعبان ممكن ينزل يمرن في الممتاز به ويعمل تجربه تاني، تجربه صعود ولا لا ما تعملش كده؟ للاسف لا، انا بعد لا تجربتي مع خلاص. بتروجيت للاسف تجربه ما اكتملتش، كانت مدتها كلها على بعض 6 مباريات ما اكتملتش طبعا لاسباب انا يعني مش حابب اتكلم فيها، وللاسف اتحسبت ان هي تجربه وانا يعني مش ناوي اخوض التجربه دي تاني. مش ناوي تاخد التجربة دي تاني، هتستنى الدوري الممتاز. هستنى الدوري الممتاز او ان انا اشوف حاجه بره مصر يعني.